واليوم الوطني للفنان الذي يأتي تزامناً مع ذكرى استشهاد الفنان علي معاشي. هنا تحتل ابتسامة كبرى محيّة كل الشمع الفنية والفكرية الحاضرة من مختلف الولايات. السيد رئيس الجمهورية. مع دخول السيد الرئيس يصدح صوت القاعة بتصفيقات عكست تلك الرابطة الودية والتقدير من الجانبين، ليجلس في حضرة رواد الفن والثقافة والفكر احتفالاً بسيد المقامات، الفنان الذي له مقام مركزي في خارطة السيد الرئيس. يتقدم المبدع الشاب. كان الحفل وقفة لتكريم شباب يافع نحت باسمه على جداريات الفن، فاستحقوا التتويج بجائزة رئيس الجمهورية للمبدعين الشباب علي معاشي في مشهد عبرت فيه الدموع عن عمق الفرحة بالتتويج، عرفاناً وتقديراً بل وتعزيزاً لثقافة والفن والفنانين، الذي يعد عنوان الالتزام 46 للسيد رئيس الجمهورية وجسراً من جسور سياساته التي أولاها عناية خاصة في مجلس الوزراء، إذ تم إطلاق العديد من المشاريع الهامة التي لطالما نادى بها أهل الفن والثقافة كإنجاز مركز طبي واجتماعي خاص لهم ومعهد وطني عال للسينما ومشاريع أخرى تتعلق بالاستثمار السينمائي، إلى جانب مكاسب أخرى يعلوها مشروع القانون الأساسي للفنان الذي بلغ شوطه الأخير. اهتمام السيد الرئيس بأهل الثقافة والفن لم يؤكده فقط حضوره للاحتفاء معهم بيومهم الوطني، لكن سبقه تجسيد كل التزاماته معهم، وبالمقابل جاء منهم الاعتراف والتكريم والتقدير. هو اليوم الوطني للفنان الذي أرست تاريخه أيضاً هذه الأيقونات التي صنعت مجد الثورة وصدحت بصوتها عالياً عبر جوق الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، مسيرة أمر السيد الرئيس بتدوينها وتلقينها للأجيال القادمة.